الرئيس السيسي يواجه بتطوير منطقة شق ثعبان بشكل شامل ويكلف بزيادة مساحات الرقعة الزراعية في توشكا. مدبول يؤكد ضرورة تسخير كافة الإمكانات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ترحيب دولي واسع بعد استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية. كييف تعتبره انفراجة وموسكو تراه اختباراً لفاعلية الآليات. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. وخلال اجتماعين آخرين وجه الرئيس السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت اسم مدينة الرخام والجرانيت. كما وجه الرئيس السيسي كذلك بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلي من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد. وقد اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات، كقطاع التحول الرقمي من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر حوالي 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، عوضاً عن استيرادها من الخارج. وسيتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إيثيلين، وسيضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، مما سيسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه سيكون مطابقاً للمواصفات الأوروبية، وسيتم اعتماد منتجاته دولياً بما يفتح آفاق التصدير خاصة للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوماسا. وسيحتوي أيضاً على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الصعيد. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، واللواء أركان حرب محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكا. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكا.
وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية تشكى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المزارعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في تشكى وتطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. وقد وجه السيد الرئيس بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك الحد من التلوث البيئي، مع إيلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية. وفي إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الأمن الغذائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للمراحل المختلفة لشركة سايلو فودز والمجازر الآلية المتكاملة، إلى جانب زراعة شتلات القصب، فضلاً عن تطوير مجمعي مصانع قها وإدفينا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قمة مشروعات الحماية الاجتماعية، نظراً لما تتضمنه من مشروعات تحسن من الحياة اليومية للمواطنين. وأشار رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة، أشار إلى أن إجمالي تكلفة ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمحافظة بلغ 124 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية و44 ملياراً لمشروعات حياة كريمة. قافلة التنمية وصلت إلى محافظة البحيرة، فكان تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لعدد من المشروعات والتي تنفذ داخل المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تطوير الريف المصري في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه، فإحنا متحسبين تماما. ولكن على الرغم من كل ده ما زالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساس بيها، لأن هذا المشروع إحنا ناعي تماما ونؤمن كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل تباطؤ. لكن اللي بيحصل، وحقولها بمنتهى الأمانة غصب عننا، وحقول إيه اللي بيحصل، إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع توريد المواد الخام اللي بتدخل في تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا، دي حاجات بنستوردها من برة، بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من برة، النهاردة بقى في تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج، فده اللي خلانا غصب عننا كجهات تنفيذية بالرغم إن التمويل متاح إن إحنا بنعمل إعادة يعني جدولة للمشروعات. بتكلفة تجاوزت 40 مليار جنيه ينفذ أكثر من 8000 مشروع، وذلك في 6 مراكز داخل المحافظة من مشروعات مبادرة حياة كريمة في شتى القطاعات، حيث تتضمن المشروعات قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي، إلى جانب إنشاء مجمع الخدمة الحكومية ومجمع الخدمة الزراعية وعدد من المشروعات الأخرى. هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه، فإحنا متحسبين تماما. ولكن على الرغم من كل ده ما زالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساس بيها،
لأن هذا المشروع إحنا ناعي تماما ونؤمن كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل تباطؤ. لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غصب عننا وحقول إيه اللي بيحصل، إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع توريد المواد الخام اللي بتدخل في تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا، دي حاجات بنستوردها من برة، بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من برة. النهاردة بقى في تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج، فده اللي خلانا غصب عننا كجهات تنفيذية بالرغم إن التمويل متاح إن إحنا بنعمل إعادة يعني جدولة للمشروعات. مبادرة حياة كريمة تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية والتي تهدف إلى تحسين حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتوطين الصناعة، وذلك في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده كافة ربوع الوطن. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تسخير جميع الإمكانات من أجل سرعة إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة، كما أنها تعد بوابة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا، وشهد الاجتماع متابعة خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، فضلا عن استعراض خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالميا وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة، كما قام بالمرور على أحد تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات. والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري بمراكز التدريب، وأشار الفريق أسامة عسكر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية. وصل فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات في 3 أغسطس الجاري. يشارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيلجازيل المصري حورس عروضا جوية مبهرة، كما تقدم عناصر من القوات المظلات المصرية عددا من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بالإسماعيلية، وبحوزة عناصره قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مصنع لتصنيع مخدري التامول والكبتاجون بالشرقية بداخله كمية كبيرة من هذين المخدرين والمواد والأدوات المستخدمة في التصنيع. حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد تجار ومروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تداعياتها السلبية استطاعت خلالها أن تحقق نتائج إيجابية، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين بنطاق محافظة الإسماعيلية. على الفور وعقب تقنين الإجراءات
استهدفت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة فايد، اتخذها عناصر التشكيل وقرا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة والترويج. أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط للمزرعة المستهدفة عن كشف عدد من المخازن السرية للمواد المخدرة بداخلها قرابة طن من مخدر الحشيش المعبأ داخل أجولة، فضلاً عن ضبط أكثر من 243 كيلوغرام من مخدر الهيروين و14 كيلوغرام من مخدر الأفيون. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من المواد الخام والمكابس والقوالب التي تستخدم في عمليات إعادة تدوير وتصنيع مخدر الهيروين، وعثر بالمخازن على 9 بنادق آلية وطبنجة وأكثر من 1000 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 110 مليون جنيه. ومع تواصل ضربات الإدارة ضد تجار ومصنعي المواد المخدرة، استهدفت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية إحدى البؤر الإجرامية لتصنيع المواد المخدرة بالعاشر من رمضان، والتي يتخذها بعض العناصر الإجرامية وكرا لتصنيع عقاري التامول والكبتاجون. وتمكنت من ضبط قرابة 300 ألف قرص مخدر لهذين العقارين وكذا المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 17 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية الناجحة تسهم في تجفيف منابع المواد المخدرة بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 430 طن. وفي مجالي حرب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 404 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر تم ضبط 26 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية، من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 22 طن أقمح. رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العملية الروسية. من جانبها اعتبرت كييف الخطوة انفرادة بالنسبة للعالم، بينما رأته موسكو فرصة جيدة لاختبار فاعلية الآليات التي تم الاتفاق عليها. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك أذن للسفينة
رزوني بالإبحار من ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان بناء على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يراقب الممر الآمن للسفينة المبحرة. وأكد المركز أنه وافق على الإحداثيات والقيود المحددة للممر البحري الإنساني الآمن وفقا لإجراءات الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة. انفراجة جديدة لأزمة الغذاء العالمية تبدو في الأفق وسط انتكاسات متوالية شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية. فقد غادرت أوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية متوجهة إلى لبنان من ميناء أوديسا، وذلك بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن ومضمون يسمح بمرور شحنات الحبوب من وإلى ثلاثة مواني أوكرانية. ومن المقرر طبقا للاتفاق الموقع في 22 من يوليو نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها. إلى ذلك قال مسؤولون بالرئاسة الأوكرانية إن هناك 17 سفينة رست في مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع، من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ حوالي 580 ألف طن. وتوقفت شحنة أوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة، ونفت عن أزمة الغذاء، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ الصادرات وعلى أوكرانيا لتلغيم مياه المواني. ومع إغلاق المواني الأوكرانية بسبب الأزمة اضطرت أوكرانيا وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والمواني الصغيرة على نهر الدانوب. هي إذن خطوة على طريق طويل يتنفس من خلالها العالم الصعداء أملا في أن تخفف من أزمة الغذاء العالمية في انتظار أن تضع الحرب أوزارها. وفي أول تعليق روسي على قرار استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت الرئاسة الروسية أن أنباء خروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني إيجابية للغاية. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ فبراير الماضي يشكل انفراجة للعالم، بينما قال وزير البنية التحتية الأوكراني إنه إذا تم الانتهاء من صفقة الحبوب بالكامل فستبدأ بلاده المشاورات لفتح ميناء ميكولايف. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة للحبوب من المواني الأوكرانية. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تكون هذه السفينة الأولى بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريين للأمن الغذائي العالمي، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الحساسة الحالية. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت صاروخين أمريكيين من طراز هيمارس في خاركيف، إضافة إلى تدمير نظام إطلاق لصواريخ هاربون المضادة للسفن في أوديسا. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من قتل نحو 53 من الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، وذلك في إطار تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أعلنت الخارجية الروسية إدراج 39 بريطانيا على قائمتها السوداء بدعوى مساهمتهم فيما وصفته بمسار لندن العدائي الهادف لشيطنة موسكو وعزلها دوليا. وأوضحت الخارجية الروسية أن القائمة تضم عددا من السياسيين والصحفيين على رأسهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. ومنعت موسكو عشرات بريطانيين غالبيتهم من السياسيين والصحفيين من دخول روسيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا، وتشمل الإضافات الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الاسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.
أعلن البنك المركزي الروسي تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية من الودائع المصرفية لمدة 6 أشهر إضافية. وأوضح المركزي الروسي أنه بموجب قرار التمديد يحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع، لكن يمكن سحبها بالعملة الروسية الروبل بناء على سعر الصرف يوم السحب. في غضون ذلك، نقلت وكالة تاس للأنباء عن أندري كوستين رئيس ثاني أكبر بنك في روسيا قوله إن البنوك الروسية ستحتاج ما بين 7 إلى 10 أعوام لتعويض الخسائر الناتجة عن تجميد أصولها الأجنبية. وجمدت الدول الغربية أصولاً لبعض أكبر بنوك روسيا في إطار عقوبات شاملة تهدف لمعاقبة موسكو على العملية العسكرية في أوكرانيا. تستعد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتنفيذ أكبر زيادة لسعر الفائدة في ربع قرن. وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أنه سيتم رفع أسعار الفائدة إلى 1.75% ارتفاعا من 1.25% في الوقت الحاضر. أوضحت الصحيفة البريطانية أن التجار أصبحوا واثقين بشكل متزايد من ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس بعد انتعاش غير متوقع في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو. ووسط استمرار الضيق في سوق العمل، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.4% في العام حتى يونيو. شهدت المصانع البريطانية بداية مقلقة لفصل الصيف، حيث عانى المصنعون البريطانيون من أول انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عامين في يوليو الماضي. وكشفت صحيفة جارديان البريطانية أن الشركات تأثرت بضعف طلب السوق وصعوبات في الحصول على الموارد فضلا عن تأخير النقل. كما أشارت الصحيفة إلى انخفاض مؤشر المشتريات لأدنى مستوى خلال 25 شهرا. هذا وقد ألقت الشركات باللوم في انخفاض الطلبات الجديدة على أزمة تكلفة المعيشة وضعف الطلب المحلي. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة. وأشار شالنبرغ إلى أن منظمة أوبك تعد شريكا دوليا موثوقا في دعم الجهود الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة. أعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن أكثر من 73% من الشركات الصناعية أبلغت عن اختناقات في المواد خلال الاستطلاع الذي أجراه في يوليو الماضي، حيث لا يزال نقص المواد يسيطر على الصناعة الألمانية بقوة. وأشار المعهد إلى أنه لا توجد مؤشرات على انتعاش كبير في شراء المواد المهمة للأشهر القليلة المقبلة، حيث لا يزال الوضع حرجا لا سيما في القطاعات الأساسية للصناعة الألمانية مثل الصناعات الكهربائية وقطاع تصنيع الآلات وقطاع السيارات. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. أعلن البيت الأبيض أن خطط زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسيوية لم تؤكد سفرها إلى تايوان. واعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أنه لا يوجد أي مبرر أمام الصين لاستخدام زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان ذريعة للتصعيد. وألمح كيربي إلى أن الصين تستعد لاتخاذ خطوات في الأيام القادمة قد تشمل تحركات عسكرية. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت في وقت سابق أن بيلوسي تخطط للتوقف في تايوان لليلة واحدة خلال جولتها. وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة. في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصين إلى التصرف بمسؤولية وعدم الانخراط في أي تصعيد حال قررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي زيارة تايوان، مشددا على أن لرئيسة مجلس النواب حرية اتخاذ قرار زيارة تايوان من عدمه. تأتي تصريحات بلينكين ردا على تصريحات كانت بكين قد أعلنتها في وقت سابق، وحذرت خلالها من عواقب زيارة بيلوسي للمرتقبة لتايوان مهددة لأن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي.
هذا والتقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رئيسة سنغافورة في مستهل دولتها الأسيوية التي ستشمل اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية. تهدف جولة بيلوسي إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة قد تؤدي إلى الإبادة النووية، وفي وقت يواجه فيه تهديدا لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة. وفي كلمته أمام مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال غوتيريش إن الحظ قد حالف العالم حتى اليوم بشكل استثنائي ومنع الإبادة النووية. عندما تكون أمامنا الأزمات فإن الجوانب المتعلقة بالسلاح النووي تصير أكثر خطورة، فمن الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية وصولا إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا هناك أزمات حيثما حللنا وارتحلنا. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية، وأضاف بايدن أن بلاده مستعدة للتفاوض على وجه السرعة للوصول لإطار جديد للحد من الأسلحة النووية، لافتا إلى أن الصين تتحمل مسؤولية كبيرة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في المقابل شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة ألا تندلع الحرب النووية أبدا، مشيرا إلى أنه لن يوجد منتصر في هذه الحرب حال اندلاعها. وخلال رسالته إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك، جدد بوتين التزام بلاده بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها طرفا فيها وإحدى الدول المنوط بها تنفيذها، مشيرا إلى أن المعاهدة تصب في مصلحة الدول النووية وغير النووية. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الوقت قد حان لإطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف العراقية، وطالب الكاظمي في بيان له المتظاهرين العراقيين بإخلاء مؤسسة الدولة والالتزام بالنظام العام، كما طالب القوات الأمنية بالدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الرسمية. ودعا الكاظمي إلى حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل. وإلى لبنان، حيث تعهد الرئيس اللبناني ميشيل عون بتوفير كل الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لاستكمال مسيرة الإصلاح. وأعرب عون خلال كلمته في الاحتفال بعيد الجيش عن أمله ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، والتي لم تتوافر لها حتى الآن المقومات والمعايير الضرورية للقيام بمسؤولياتها. I
أني من موقعي وانعكاسا لتحملي لمسؤوليات الدستورية أجدد التأكيد على أنني وكما التزمت إجراء الانتخابات النيابية سأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة. حققت مصر خلال العام الماضي إنجازات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. خلال احتفال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أشارت السفيرة نائلة جبر في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أشارت إلى تصدي الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر 2022-2026 قائمة الإيجابيات. احنا كل شغلنا هو مع المنظمات الدولية وفي اهتمام بذلك، ودليل على وجودهم كلهم معانا، وأيضا دليل على مشاركتهم في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المصرية، وده في إطار احترام مصداقية مصر وجديتها في التعامل مع الموضوع، أننا مثال جيد يحتذى به على المستوى الإقليمي ليس المحلي فقط، الإقليمي. الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لتهنئة الدولة المصرية على إنجازات مهمة قطعتها الدولة أو حققتها الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، وده منع أسوأ صور الاتجار بالبشر. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يهدف إلى التوعية بالجريمة وبأهمية حماية الضحايا وكيف يتم استغلالهم ونوعية الدعم الذي يحتاجونه، وأيضا رفع الوعي مهم لضحايا هذه الجريمة ولابد من إعادة دمجهم. نحن نعمل على قضية الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدة محاور، وهي المنع والتجريم والإنقاذ والحماية. أعلنت محافظة سوهاج استقبال شون وصوامع توريد الأقماح 110,700 طن موزعة على 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة. هذا وتكثف المحافظة الحملات التموينية لضبط الممتنعين عن التوريد ومصادرة الكميات المضبوطة من الأقماح وتوريدها إلى شون وصوامع المحافظة. بالنسبة لموقف توريد القمح في محافظة سوهاج، احنا وصلنا ل 110,700، ما زلنا مستمرين في استلام القمح لغاية النهاردة. التيسيرات المقدمة للمزارعين هي، بل بالعكس دلوقتي ما فيش تكدس، ما فيش زحمة، اي مورد بيجي ما بياخدش اكتر من 10 دقائق ربع ساعة، بتكون عربيته بتفضي، بتتحرر الأوراق وبتروح للشؤون التجارية سواء في البنك الزراعي أو في المطاحن أو في الصوامع، وفي خلال 48 ساعة مستحقاته بتكون نازلة عنده. أطلقت جامعة المنصورة بمشاركة مؤسسة حياة كريمة ومحافظة الدقهلية قافلة معاك من بدري واحد، وهي أولى القوافل الموجهة للكشف المبكر وتقديم الخدمة الصحية لذوي الهمم وأسرهم بمركز شربين. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 80 مريضا في مختلف التخصصات الطبية، كما تضمنت إلقاء محاضرة توعوية في مجال الإرشاد النفسي والأسري موجهة للحضور من آباء وأمهات الأطفال ذوي الهمم، بالإضافة لتقديم الدعم النفسي والأسري وعمل الاختبارات النفسية لعدد 40 من الحضور. في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تم تنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية المضيق التابعة لمركز نصر النوبة في أسوان. ضمت القافلة 10 تخصصات مختلفة بالإضافة لمعملي الدم والأشعة، كما وفرت أكثر من 130 نوعا من العلاج المجاني، وتم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمحافظة لإجراء جراحات متنوعة.
احنا النهارده بننفذ القافله الطبيه في قريه المضيج التابعه لمركز كومومبو، بننفذ القافله الطبيه على مدار يومين. فكره القوافل الطبيه هي الوصول بالخدمه الطبيه لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومه والمناطق الاكثر احتياجا والمناطق البعيده عن الخدمه الطبيه. زي ما قلت لحضراتكم القوافل الطبيه عباره عن مستشفى ميداني متنقل، احنا بنضم 10 تخصصات طبيه مختلفه، معانا صيدليه فيها اكثر من 130 صنف بالمجان، معانا معمل الدم ومعمل الطفيليات، معانا خدمه الاشعه العاديه، معانا خدمه الاشعه التلفزيونيه. في محافظة كفر الشيخ تم الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات في أكثر من قطاع خلال الفترة الماضية في قرية إبيانة ومنية المرشد بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتابعت مؤسسة حياة كريمة على مدار الأيام الماضية عملية الإنجاز في كل المشروعات التي تتم حاليا بالمحافظة، ومن بينها المجمع الزراعي ومجمع الخدمات بمنية المرشد، بالإضافة لإنشاء مركز طبي بنفس القرية. كما تابعت المؤسسة إنشاء مدرستين تجريبية وابتدائية والانتهاء من 90% من أعمال التنفيذ. حصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو، وهي أعلى شهادات الجودة، وبذلك تعتبر أول مديرية خدمية على مستوى الجمهورية حصولا على هذه الشهادة. وتعمل المديرية على تقديم الخدمات للمزارعين خاصة والمواطنين عامة، حيث يتم تقديم الخدمات بشكل سريع من خلال تطبيقات منظومة التحول الرقمي والتي تم تطبيقها ببورسعيد كأولى محافظات الجمهورية. على مستوى الجمهورية احنا المديرية الوحيدة كمديرية خدمية وكمديرية زراعة اللي حصلنا على شهادة الأيزو. احنا عندنا مديرية زراعة فيها 17 إدارة فنية، ما بين الإرشاد الزراعي، ما بين إدارة المكافحة، ما بين الإنتاج الحيواني، ما بين الخدمات الزراعية، ما بين شؤون التعاون، زائد في ثلاث إدارات إدارية وفي ثلاث إدارات ما بين الفنية والإدارية. طبعا لو قعدنا نعد الإدارات هنلاقي 17 إدارة في جميع المجالات، وكل إدارة فيهم منوطة بتقديم خدمة معينة في نطاقها. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع ميرفة المليدي. إليك ميرفة. شكرا يوسف وشكرا إلهام، وأهلا بكم ما مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار. وفي رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات، أشار المركز إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال عام 2021، وذلك بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت نحو 9000 وظيفة جديدة. ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلة للمشروعات بنحو 25 مشروعاً. أكدت وزارة البترول أهمية دراسة واستكشاف إمكانيات التعاون خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة لتطوير وتحديث صناعة تعدين الذهب في مصر. وخلال استقبال رئيسة المؤسسة والوفد المرافق لها، أكد وزير البترول طارق الملا أن الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري تستلزم إقامة شراكات بصفة مستمرة مع شركات ومؤسسات عالمية كبرى بهدف الاستفادة مما تملكه من خبرة. كما لفت الملا إلى أن مصر تمتلك مميزات كبيرة أمام الاستثمارات التعدينية، مثل توافر الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما وجود توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي. وخلال استقبالها نظيرها الجيبوتي والوفد المرافق له، بحثت الوزيرة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين. كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. تقوم الحكومة بجهود كبيرة من أجل توفير المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا للبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة. يأتي هذا المخزن بمحافظة الجيزة ليكون شاهداً على جاهزية واستعداد الحكومة لتوزيع السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري على المنافذ وبدء صرفها للمواطنين. منطقة الجيزة بتصرف تموين في الشهر ما يعدل ب 98 مليون للبديلين التموينين وجمعياتي بقائمة أسعار، وبتوفر في جميع الفروع قائمة المنظورة المنظومة حضرتك اللي هي 25 سلعة. بالنسبة للمخزون الاستراتيجي، المنظومة التموينية بتتكون من 25 سلع، ال 25 سلعة متوفرين أساسا بما يكفي من متوسط من 3 إلى 6 شهور في جميع المخازن والمخازن الاستراتيجية والمصانع. السلع بتورد أساسا انصرف الدفعة الأولى للبدالين التموينين وجمعياتي ابتدى ينصرف فيها من 27 من يوم 27 من الشهر الماضي. فالحمد لله عندنا مخزون لا يقل عن 3 شهور، مخزون استراتيجي موجود من كافة ال 25 سلعة. بالنسبة عندنا 160 فرع متطور وتجزئة موجود على مستوى شركتنا متوفرين فيه، بيصرف منه نقاط الخبز والتموين، المواطن بيخش يصرف منها وبيخش ينقي احتياجاته منها، موجودة بصفة منتظمة. أما هذا المنفذ فهو واحد من 40,000 منفذ تمويني يقوم بصرف 25 سلعة تصرف شهريا للمواطنين وسط حملات رقابية يومية على هذه المنافذ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة للتأكد من جودة السلع. طبعا زي ما حضرتك شايف المكان الحمد لله السلع متوفرة والأسعار مناسبة، وزي ما حضرتك كنت في زيارة لمخازن الجملة الحمد لله ما فيش سلع ناقصة، السلع كلها متوفرة بالأسعار الرسمية والسلع كلها متاحة بكميات المواطن عايزها، والحمد لله كل حاجة موجودة. احنا في فترة الخمس أيام الأولانيين بنبقى معديين من 50-60% من تارجت اللي بنصرف طول الشهر، وده يؤكد ان السلع كلها متوفرة. كون المواطن بيصرف طول الشهر في خلال 30 يوم ونص، المواطنين اللي بيصرفوا طول الشهر يصرفوا في خلال 5-6 أيام، ده يؤكد توفر السلع. السلع متوفرة كم وكيف، كل الأصناف موجودة، كمياتها موجودة، ده السلع اللي هي متوفرة تبع وزارة التموين بالإضافة للسلع الحرة اللي احنا بنجيبها دي على فرق العيش. تأتي هذه الجهود تزامنا مع توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، والتي ستنفذ قريبا لمدة 6 أشهر. محمود جميل، التلفزيون المصري. نتحول إلى البورصة المصرية والتي أنهت تعاملات اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية للمتعاملين الأجانب. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2,600,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 630,800,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 9,467 نقطة لينخفض بنسبة 46% ويغلق عند مستوى 9,423 نقطة. مؤشر إي جي إكس 70 للمؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة فتح عند 1,868 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.66% ليغلق عند 1,837 نقطة. التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي انخفض بنسبة 1.29% وفتح عند سعر 2,734 نقطة وأغلق عند 2,699 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18 جنيها و91 قرشا للشراء،
و18 جنيها و98 قرشا للبيع، اليورو 19 جنيها و35 قرشا للشراء و19 جنيها و43 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني الى 23 جنيها و12 قرشا للشراء و23 جنيها و22 قرشا للبيع. وامام العملات العربيه فقد سجل الدرهم الاماراتي 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي الى 5 جنيهات و3 قروش للشراء و5 جنيهات و5 قروش للبيع. نتحول الى اسواق المعادن النفيسه والتي استقر فيها سعر الذهب عالميا قرب اعلى مستوى له في ثلاثه اسابيع مسجلا 1766 دولارا للاوقيه. اما على الصعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 891 جنيها، عيار 21 1040 جنيها، عيار 24 سجل 1189 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب الى 8320 جنيها. ما زلنا مع حضراتكم مع اسواق البترول العالميه والتي تراجعت اسعار النفط مع انتظار المستثمرين لاجتماع مسؤولين من اوبك وكبار المنتجين الاخرين هذا الاسبوع بشان تعديل الامدادات. وانخفضت العقود الاجله لخام برنت بنسبه 4.6% لتسجل 99 دولارا و75 سنتا للبرميل. ايضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبه 5.2% ليسجل 93 دولارا ونصف الدولار للبرميل. اما سعر المازوت فقد تراجعت ايضا عالميا بنسبه 3% لتصل الى 3 دولارات و44 سنتا لكل لتر. وتراجعت ايضا اسعار الغاز الطبيعي بنسبه 4.2% ليسجل 7 دولارات و9 سنتات لكل مليون وحده حراريه. تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا في مجموعة أوبك بلس الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج شهر سبتمبر. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في أوبك بلس أن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس، بينما قالت مصادر أخرى إنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا. وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسية بالكامل منذ انتشار جائحة كورونا في عام 2020. وكان الأمين العام الجديد للمجموعة هيثم الغيث قد أكد مجددا أن عضوية روسيا في أوبك بلس تمثل أهمية حيوية لنجاح الاتفاق بشأن إنتاج سبتمبر. أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة قد هبط بمقدار 4 ملايين و600 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 من يوليو. وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي قد تراجعت إلى 469 مليون و900 ألف برميل، وهو أدنى مستوى لهم منذ مايو من عام 1985. نتحول إلى أسواق الأسهم الأوروبية والتي تراجعت متأثرة بخسائر قطاع الطاقة. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا بنسبة 1.1%، كما هبطت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.5%. وجاء هذا الانخفاض وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي غدته بيانات اقتصادية صينية مخيبة للأمال وأرقام تظهر انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو. نتحول إلى كوريا الجنوبية والتي أظهرت بيانات حكومية أن البلاد عانت من عجز تجاري لشهر الرابع على التوالي في يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وسجلت البلاد عجزا تجاريا قدره 4 مليارات و670 مليون دولار الشهر الماضي، حيث قفزت الواردات بنسبة 21.8% على أساس سنوية لتسجل 65 مليار و370 مليون دولار مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإلهام ويوسف، إليكم. شكرا لك ميرفت. أعلن الائتلاف الرئاسي في السنغال فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أمس، مما يمنحه الأغلبية في الجمعية الوطنية.
يأتي هذا فيما رفضت أحزاب المعارضة في البلاد نتائج هذه الانتخابات، مما قد يسبب حالة من التوتر في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا. بأغلبية ساحقة فاز الائتلاف الرئاسي في الانتخابات التشريعية بالسنغال وسط حالة من التوتر والرفض من قبل المعارضة لهذه النتيجة. الائتلاف الرئاسي أعلن فوزه ب30 دائرة من أصل 46 دائرة انتخابية، مما يمنحه بلا شك الأغلبية في الجمعية الوطنية، ويعين من شخصياته البارزة رئيس الوزراء، المنصب الذي ألغاه الرئيس ماكي سال ثم أعاده في ديسمبر، ووعد باختيار من يشغل هذا المنصب من التشكيل الذي يفوز في الاقتراع. في المقابل اعتبرت أحزاب المعارضة فوز الائتلاف الرئاسي في الانتخابات التشريعية خسارة على المستوى الوطني بعد فوزها في الانتخابات المحلية، وتشكل هذه الانتخابات التشريعية تحديا كبيرا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة داكار، في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. حملت المعارضة في السنغال السلطة مسؤولية هذه الأزمة، مما قد يسبب حالة من التوتر في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا. أعلنت دائرة حماية الغابات الجوية في روسيا أن المساحة الإجمالية لحرائق الغابات في البلاد قد زادت بنحو 10,000 هكتار لتصل إلى 79,400 هكتار خلال 24 ساعة. وذكرت الدائرة أنه تم إخماد 46 من حرائق الغابات بعد اندلاع 156 حريقا وسط الجهود الرامية إلى مكافحة الحرائق الناشبة بالفعل، وأضافت أنه تم الإبلاغ عن حرائق كبيرة في عدة مناطق متفرقة، موضحة أنه تم تطبيق حالة الطوارئ في 7 مناطق روسية بسبب أو على الحرارة. يكثف عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية من عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل. يأتي هذا فيما أكبر حريق سريع الانتشار بولاية كاليفورنيا نحو 2000 شخص على النزوح بعدما دمر منازل وبنية تحتية بالولاية. يبدو أن الولايات المتحدة ستكون من أول الدافعين لفاتورة التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها عدة مناطق على امتداد كوكب الأرض، فما بين فيضانات في أقصى الشرق في ولاية كنتاكي إلى حرائق مستعرة في كاليفورنيا في الغرب، تواجه الولايات المتحدة غرقاً أو حرقاً غضب الطبيعة الثائرة. في ولاية كنتاكي يكثف عناصر الإنقاذ الأمريكيين عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة العشرات، لكن الوصول إلى بعض المناطق الجبلية لا يزال غير ممكن في أعقاب سيول حولت الطرقات إلى أنهار وحطمت جسورا وجرفت منازل. على الجانب الآخر من البلاد غضب من نوع آخر تسجل به الطبيعة اعتراضها، فقد أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ في وقت تجتاح فيه حرائق الغابات غابة كلاماث الوطنية. في هذه الأثناء وفي مونتانا تضاعف حجم حريق المو 3 مرات تقريبا إلى أكثر من 11 ميلا مربعا، وعلى بعد نحو 200 ميل إلى الجنوب لا يزال سكان أيداهو تحت أوامر الإخلاء، حيث دمر حريق انتشر في غابة سلمون تشارلس الوطنية أكثر من 67.5 ميل مربع في الغابات. ويقول العلماء إن حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة هي الأسوأ منذ 18 عاما، وهو ما يرجع بالأساس إلى التغيرات المناخية بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن تراكم مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. والآن إلى آخر أخبار الرياضة والملاعب. عودة مرة ثانية إلى مرفة المليجي. شكرا مرة أخرى إلهام ويوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. يستضيف الزمالك الآن فريق بيراميدز في الجولة 28 من الدوري الممتاز، وقد انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الزمالك بهدفين دون رد. نتحول لمشاهدينا إلى البطولة نفسها، حيث فاز الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، وبهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند 15 نقطة في المركز الأخير.
ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث تعادل الجونة مع مضيف البنك الأهلي بهدف لمثله. بهذا التعادل رفع الجونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز 15، بينما رفع البنك الأهلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز 7. أفادت تقارير صحفية أن هناك 3 أندية تتنافس من أجل الحصول على خدمات الدولية المصرية لاعب نادي فولفسبورغ الألمانية عمر مرموش. وأوضحت صحيفة كيكر الألمانية أن فولفسبورغ لم يقدم حتى الآن عرضا لمرموش لتمديد عقده الذي ينتهي في 2023، مضيفة أن أندية برينفورد ونوتنغهام فورست الإنجليزيين وإسبانيول الإسباني تتنافس على ضم مرموش. نهاية أخبار الرياضة وعودة ليوسف وإلهام إليكما. شكرا لك ميرفت. انطلقت الدورة 5 لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الأدبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات، والتي من المتوقع أن تجذب الكثير من الزوار. وسط إقبال جماهيري كبير انطلقت الدورة 5 لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. هيئة الكتاب تحس أن في تقدم وإقبال غير عادي سنة عن سنة، لدرجة أن هيئة الكتاب بدأت في البداية بحاجة و30 دار نشر، ثم وصلت ل50 دار نشر، ثم حاليا دلوقتي وصلت فوق 60. الحمد لله احنا بادئينه من يوم 28/7 وهيفضل معانا لغايه ان شاء الله يوم 6/8. يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئه العامه لقصور الثقافه بالتعاون مع الهيئه العامه للكتاب تنظيم العديد من الندوات الادبيه والشعريه لفنانين من كافه المحافظات، والتي من المتوقع ان تجذب الكثير من الزوار. المعرض السنه دي في زياده عن السنة الماضية بوجود جناح أو نشاط للأطفال. هذا النشاط متنوع في تناوله ما بين إقامة ورش، الورش دي بتنمي مواهب الأطفال الصغار، وكذلك بعض الفعاليات التي يأتي إليها كتاب الأعمال الخاصة بالطفل، استخدمناهم من بورسعيد ومن القاهرة ومن عدة أماكن داخل الجمهورية، وبيجلسوا مع الأطفال كي يحكوا بعض الحكايات التي يستفيد منها الطفل، وبالتبعية تنمي داخله حب الكتابة وغيرها من الأشياء. حاجة كويسة وحاجة متنوعة، وفيها حاجات للأطفال وحاجات للشباب وحاجة مفيدة بصراحة، وفي كذا حاجة ما شاء الله يعني كويسة. تتناول الفقرات الفنية بالمعرض تكريم الفنان القدير الراحل محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد، والذي كان له دور بارز في السينما المصرية، وكذلك تنظيم يوم خاص لشاعر العامية البورسعيدية محمد عبد القادر، في خطوة تهدف لتكريم أبناء المحافظة من الفنانين والمبدعين. إذن هو حدث ثقافي فني هام تشهده المحافظة الباسلة، يهدف لزيادة الوعي الثقافي بين المواطنين وتكريم الرموز والتشجيع على القراءة. والآن إلى آخر أخبار الطقس. عودة مرة ثالثة وأخيرة إلى ميرفت، تفضل. شكرا لكم مجددا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.
وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. والبداية مع القاهرة والتي نجد أن العظمى فيها 35 والصغرى 24، الإسكندرية 32-25، مطروح 31-23، بورسعيد 33-25، إسماعيلية 36-23، السويس العظمى 36 والصغرى 23، العريش 33-24، طابة 37-27، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29، الأقصر العظمى 41 والصغرى 26، أسوان 42-28، الوادي الجديد 40-22، شلاتين 37-26، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل ويكلف بزيادة مساحات الرقعة الزراعية في تشكى. مدبولي يؤكد ضرورة تسخير كافة الإمكانات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ترحيب دولي واسع بعد استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية، كييف تعتبره انفراجا وموسكو تراه اختبارا لفعاليات الآليات. انتهت النشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء الخير. مساء النور إلهام. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله على السلامة. ربنا يسلمكم يا رب. وحشنا يا عم يوسف. وحشتينا جدا. انت فين يا عم يوسف؟ والله وحشنا جدا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ انا تمام إيه؟ الحمد لله. تعايشت الفتره دي من غيري ازاي يا يوسف؟ صعبه والله. مفيش حد بيقعد يشاكس فيك غيري يا لا صعبة. والله الهام بتشاكس ولا لا؟ طيبه الهام، اميره جدا. اميره الامراء. اشكركم كل التوفيق. استاذنكم نبدا فقره.